ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. انا بقالي كده تقريبا اكتر من شهر مصورتش، يعني الفيديو الاخير اللي نازل من 18 يوم، وانا مصوره قبلها باسبوع او اكتر، فيعني تقريبا شهر كده. فيديو النهارده حاجات جبتها من شي ان، والمره دي هي ولا لبس ولا ميك اب، هي ادوات ميك اب على حاجات كده ممكن نقول عليها اساسيات للسفر او ضروريات للسفر، حاجات انا اخترتها بحتاجها يعني، وشايفه ان هي مهمه شويه لو انت بتسافري او حاجه. فهم كلهم جايين لي في الباكج دي كده. الباكج مش كبيره لان هم الايتيمز نفسهم حجمهم صغير، بس هم 15 قطعه. فتعالوا كده نتكلم عن واحده واحده فيهم. الاقسام دي عن شي ان بصراحه انا انبهرت بيها لان فيها كميه حاجات حلوه قوي قوي قوي. دي كده اول حاجه بتيجي باك على بعضها، فيها 1 2 3 4 5 خمس قطع من اللي هم دول بتوع البيوتي بلندر، حافظات يعني للبيوتي بلندر كده، بتيجي عامله كده وبتتقفل ومحكمه، شايفين، ومخرمه من الناحيتين كده عشان التهويه، او لو هي مبلوله او حاجه، وزي ما بقول لكم وانتي مسافره محطوطه في شنطتك وهي مبلوله ما تعفنش. عشان كده اجرب لكم واحده من عندي اهي كده، شايفين، حلوين قوي. بيجوا زي ما بقول لكم كده خمسه مع بعض، واحده في ايدي، 2 3 4 5. حلو قوي قوي، عجبتني جدا بصراحه، انا الحاجات دي بحتاجها بجد. بعد كده انا جبت الازازه دي ازازه ميه بقى او اي حاجه، هي سبراي كده. كان في منها الوان كتير، انا مش فاكره ليه جبت دي، متهيألي كنت فاكراها بيج ولا حاجه، بس هي من فوق لونها اصفر ومن تحت بني كده، في منها ابيض واسود وتقريبا الوان كتير يعني. المهم ان انا جبت دي ميزتها ان هي السبراي بتاعتها بتطلع بشكل ناعم زي المست كده، والضغطه منها بتطلع لمده طويله. انا ما جربتهاش خالص ومعيش ميه دلوقتي، فممكن احط فيه اي حاجه. هحط ده مثل الروتر كده، مش عارفه هينفع ولا لا. اوكي تعالوا نجرب. شفتوا، انا غرقت الدنيا تاني، شايفين بتطلع ازاي؟ حلو قوي، المست بتاعها حلو جدا. هي دي اصلا انا جايباها لشعري، يعني لو عايزه اعمله كيرلي او حاجه والمفروض ارشه ميه بعدها يبقى بدي يعني، بس دي حلو قوي لكده برضو زي ما وريتكم، لاي مست للوش او حاجه هتبقى حلو قوي. فهي عمليه وشغاله زي الفل، حلو جدا وكبيره قوي، انا ما كنتش متخيلها بالحجم ده اصلا، فطلعت حجمها كبير جدا. بعد كده القطعه دي انا جايباها لسبب تاني غير سببها الرئيسي صراحه. دي المفروض ان هي سبراي للانف، لتنظيف الانف، عارفين انتوا الحاجات دي اللي هي داخليه في الانف كده لما تبقى مسدوده او حاجه من ناحيه وتسلك هي من الناحيه التانيه، وهي شايفين الازازه طريه كده فبتعرفي تضغطي عليها عادي، بس انا مش جايباها لكده، واعتقد خلاص اغلبكم عارفه انا جايباها لانه سبب. المهم ان هي بتيجي كده، وبيجي معاها الراس دي وراس التانيه كمان، مش عارفه الاتنين، لا الاتنين مش واحد، شايفين، واحده كده مدببه على شكل مثلث من فوق وبتطلع مره واحده كده، والتانية مخرمة 4 خروم تبقى أخف يعني، دي أقوى من دي، فبيجي معاها الاتنين دول كده. أنا جايباها كشطافة متحركة صراحة يعني، جت عندي فترة هنا في البيت كان في موتور، كان في مشكلة في الموتور بتاع العمارة بتاع المية، وحرفيا المية كانت بتقطع عندي مدة طويلة جدا 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 يعني، كانت بتيجي 10 دقايق في اليوم وبقيت اليوم لأ تقريبا. فالمهم يعني كانت الموضوع ده كان ازمه جدا بالنسبه لي، وانا بدور في الحاجات بتاعت شي ان اللي هجيبها، اول ما شفت دي الموضوع ده جه في بالي على طول، فقلت هجيبها تحسبا لاي موقف يعني. ولقيت ناس في الريفيوز تحت كاتبه ان هم جايبينها عشان نفس السبب، وطلعت حلوه جدا وعمليه جدا. انا لسه ما جربتهاش، بس واضح ان هي حلوه لان الازازه زي ما انتم شايفين طريه ازاي، فسهل انك تضغطي عليها، وفيها ده هنا معرفش ده عشان الميه بيضغط في الميه ولا ده ايه، فيها زي زرار هنا كده بتاع جوه، شايفينها البيضه دي، معرفش يمكن هي دي ضغط الهواء، انا مش متاكده. المهم ان هي حلوه جدا لو اي حد عايزها لنفس السبب بتاعي او للانف. بعد كده انا كنت جايبه قبل كده من شي ان الفوطه بتاعتهم اللي هي المايكرو فايبر بتاعه الجسم اللي هي بتتلف دي وبسكوتش كده بتتلزق، وخطيره، كنت قايله لكم عليها قبل كده قد ايه هي ناعمه وبتنشف بسرعه يعني، اول ما بتلمس الجلد كده الجلد بينشف تماما. فجبت منها اللي بتاعت الشعر بقى دي كده اهي، نفس الفابريك بالظبط او نفس الخامه بتاعتها بالظبط، حلوه قوي 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 قوي. وجبت اللون ده كده اللي هو اللون البيج، وده شكل الزرار بتاعها هنا كده على شكل دبدوب، شايفينه،
فحلو قوي برضو. دي انا بقى الوحيده اللي استخدمتها كذا مره يعني، عشان ما بستغناش عنهم بصراحه الفوط دي، فبرضو بجد حلو قوي قوي يعني. طبعا انا نسيت اقول لكم احنا لينا كود خصم هيديكم 15% خصم على توتال الاوردر بتاعكم، هسيبه لكم على الشاشه وتحت في صندوق الوصف، وكل الاكواد بتاعت كل القطع اللي اتكلمت عليها دي هسيبها لكم برضو تحت في صندوق الوصف. هي حاجات عشوائيه جدا ملهاش علاقه ببعض، بس قشطه يعني. جبت دول متهيألي خلاص كلكم عرفتوهم لان كذا حد اتكلم عليهم قبل كده. البتوع دول هم مش توك للشعر، دول اللي هما بيتلبسوا هنا كده عند الايد عشان وانتي بتغسلي وشك او حاجه الميه ما تنزلش هنا على هدومك كده. وبما اننا داخلين على الشتاء وانا بغرق نفسي لحد الاخر، فبصراحه الحاجات دي انا شايفاها عمليه جدا وماسكين كده على الايد وناعمين جدا، فخامتهم برده حلوه قوي. من الحاجات برده اساسيات السفر اللي انا كان نفسي اجيبهم من زمان ومش عارفه ليه مش بجيبهم، الازايز الصغيره دي كده، ده بيجي باكيت برده على بعض في كذا ازازه، تسعه بيجوا 7 قطع. دول اول اتنين العلب الصغيره دي، شكلهم حلو قوي، هما شفافين من تحت والغطا بتاعهم لونه بينك كده، فحجمهم حلو قوي والغطيان بتاعتهم محكمه يعني مش اي كلام كده. في حاجات بتقفل على الفاضي وبتبقى الخامه بتاعتهم سيئه جدا، بس دول الخامه بتاعتهم حلو قوي. بيجوا اتنين كده من العلب الصغيره دي بقى للمرطب الحاجات دي، واتنين من الازايز اللي هما دول، دول اللي هما كده بيتفتحوا، استنى، جامدين يعني محكمين فعلا الغطيان دي كده، والتالتة عشان شبههم، بس التالتة اللي هي الغطا بتاعها بيبقى كده، ده دي برضو بقى شامبو كريم مش عارفة ايا كان هتستخدموها لايه يعني، وواحدة سبراي كده، واخر واحدة اللي هي بدا كده، دي بقى للغسول بتاعك مثلا برضو او للشامبو او بتاع حسب انت عايزة لايه، بس واحدة كده ومعاها اهي القفل بتاعها ده اللي بيخليها ما تسربش او حاجه لو هي في شنطتك او كده، فدي حاجه حلوه. وحتى هما بيجوا في الشنطه دي كده اللي بتتقفل يعني، فحتى لو انت هتاخديهم كلهم وتحطيهم في دي فعمليه جدا. اعتقد ان ده بتاع مساج للشعر يعني او لفروه الراس، هو شكله عامل كده، وهنا دول كلهم عجل كده متل، وعلى فكره سهلين جدا بيتحركوا بسهوله، مفيش حاجه فيهم بتعلق ولا بتقرص على الجلد مثلا، وسلسين جدا. اعتقد ان انا دي جايباها عشان لو هحط مثلا الهير ماسك او زيت او اي حاجه بسيبها على شعري اعمل بيها مساج لشعري كده عشان اجري الدوره الدمويه وفروه راسي تستفاد بيهم اكتر يعني، فهبقى اجربها برده لان انا برده لسه ما جربتهاش. بس برده الماتيريال بتاعتها حلوه، هي بلاستيك بس متينه يعني مش هفق كده. بعد كده جبت دول فرش، دول كده بيجوا فرشتين مع بعض والاتنين مكتوب عليهم مانج، البراند اللي هي مانج دي، بس كل واحده فيهم مكتوب عليها مانج بشكل معين، فمعرفش هل كل واحده فيهم اصلا بتيجي من طقم مختلف ولا ايه، وهم مركبين الاتنين دول مع بعض، هم دول الاتنين دول بيجوا مع بعض. انا اصلا جايباها للفرشه دي، بس هي مش زي ما كانت في الصوره، اعتقد هي في الصوره من هنا كده متكوكه اكتر ومنفوشه من فوق اكتر، فانا كنت عايزاها عشان كده، لكن هنا هي مش زي الصوره قوي، بس مع ذلك هي ناعمه جدا وطريه جدا يعني مش وحشه خالص، شايفين طريه ازاي، وشعرها ناعم قوي. اصلا فرش مانج كلها حلوه بصراحه جدا يعني، فهي مش زي الصوره قوي بس حلوه جدا برضو. ودي التانية اللي بتيجي معاها برضو انا كنت عايزاها بقى لاي كان كونسيلر هحط بيها مثلا كونتور اي حاجه، لان هي مبططه كده ولو شايفينها من الجنب الشعر من هنا اقصر من هنا يعني، هي طالعه عامله كده شويه، شعر من هنا كده طويل ومن هنا قصير شويه فعامله كده، فدي برضو حلوه للحاجات دي. فجبت الاتنين دول كده يجوا مع بعض، وجبت الفرشه دي بقى هي جايه لوحدها كده، دي مع نفسها يعني بتيجي في علبه عامله كده، دي انا جايباها للكونتور، هي مكتوب عليها ان هي فرشه كونتور للانف بس انا ما جربتهاش، ممكن اجربها معاكم دلوقتي. اوكي ده مش كونتور، ده بلاش بتاع تشاو بس هو لونه بني، فتعالوا نجرب يعني. انا مش حاطه اصلا ميك اب على مناخيري فمش عارفه الشكل هيبقى عامل ازاي، بس ما علينا. مش هيبان قوي لان مفيش بيز على مناخيري، فانا بحاول، هي كبيره شويه على انها تبقى للانف، بالنسبه لي انا مش مريحه قوي، بس هنجربها تاني برضو مع الميك اب وكده نشوف هتبقى عامله ازاي. انا حاسه ان في حاجه غلط في الميك اب بتاعي النهارده، في حاجه معلقه، بس ده برضو حاجه جديده بجربها تقريبا سبتها مده طويله يعني، بس ما علينا. انا قلت اقول لكم عشان لو شايفين حاجه غريبه ما انا واخده بالي. الفرشه ناعمه جدا، ناعمه جدا جدا جدا، شعرها حلو قوي. لا هي محتاجه بيز قبلها كده الفاونديشن عشان يبرز الكونتور، فخلينا نجربها تاني بعدين، بس هي الفرشه ككواليتي
حلوة قوي، حلوة قوي قوي يعني. قبل ما نشيل دي في العلبة بتاعتها بقى اوريكو الحاجة اللي جبتها بعد كده، وهي دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا ببقى عايزاها وقت السفر، حاجة احط فيها الفرش بتاعتي، وانا مش ببقى اخده فرش كتير، ببقى اخده فرشتين ثلاثة ماكسيموم يعني، فمش ببقى عايزة ارميهم مع الميك اب، مش ببقى عارفة احطهم في اي حاجة تانية تكون صغيرة على قدهم. فلقيت البتاع ده سيليكون كده، بصوا سيليكون كده ولونه حلو قوي، هو مرسوم عليه فرش، دي ده اصلا زي جراب كده للفرش، ومفتوح من هنا اهو وما بيتقفلش، هو كده بس يا دوب، شايفين عامل ازاي، ومن جوه برضو سيليكون كده. فانا ده جبته بقى للفرش، ادي مثلا الفرشتين اللي احنا جايبينهم، ادي التالتة، ولسه في مكان كبير، بس شايفين بياخد الفرش ازاي، صغير مش هياخد مكان، وشكله نظيف وسليك كده، فعجبني قوي قوي الكفر ده. بس انا عايزه اشوف هو هياخد لكام فرشه، جرب كده نحط فرش كمان، عايزه اجرب احط فرشه كبيره نوعا ما شويه يعني. سو يعني هو مثلا كده اهو اخد الفرش دي، دي واحد اتنين تلاتة واربعة خمسة ستة مثلا يعني، اغلبهم كبار كمان. حلو قوي قوي بصراحه، انا عاجبني جدا لونه، الماتيريال بتاعته، شكله، كل حاجه فيه شكلها حلو قوي. نيجي لده بقى عشان انا عايزه اجربه معاكم النهارده، وخايفه جدا برضو بصراحه. الماشين دي اسمها جارد وينج 18K جولد بليتد، المفروض ان هي عليها كان عليها طبقه ذهب يعني، عيار 18 حاجه كده، بيرفكت فور اي براوز، يعني حلوه قوي للحواجب، وجنتل اون اول سكين تايبس، ولطيفه مع كل انواع البشره. المهم ده بتاع بيشيل الشعر يعني، بيجي من جوه كده القلم ده، جهاز كده ده، ومعاه فرشه عشان تنضفيه من فوق، واليو اس بي بتاعته عشان لو عايز يتشحن. هو احلى حاجه ان هو بيتشحن مش ببطاريه الحقيقه. المهم بيجي كده بغطا، وده شكله كده من فوق. المهم بقى ايه، ان انا لما لقيته استغربته جدا، وقلت واو ايه ده، اختراع وبتاع ونجربه، بحسبه يعني مش موجود في الوجود، انا اول مره كنت اشوفه في حياتي، وحرفيا بعدها دخلت الصيدليه كنت بجيب حاجه لقيته محطوط كده عادي، فانتوا ممكن تلاقوه في اي حته. وكنت فاكره ان هو في الصور كمان قايلين ان هو ممكن هنا عند المنطقه دي وكده، مش الحواجب بس، فانا خايفه. فانا بصوا ممكن اقطع الحته دي من الفيديو بس هجربها اقول لكم. المهم ان هو في الحته اللي بالطول دي، ده الزرار لفوق كده بيشتغل. اوكي انا مش عارفه هنزل لكم الحته دي ولا لا، بس هو ما بيوجعش نهائي نهائي، دي حاجه حلوه جدا. الله ده جميل قوي، ده جميل جميل يعني، انا عايزه اجرب. طيب هنا كده فوق الحاجب، هو ممكن يكون محتاج تروحي وتيجي كام مره كده لحد ما يشيل الكام حاجه اللي هنا، بس حلو قوي لان هو ما بيوجعش نهائي وبيشيله خالص خالص، والله العظيم لطيف جدا يعني، اختراع لطيف قوي يعني، هبقى اجربه تاني برضو، بس هو لحد دلوقتي حلو قوي قوي يعني. اوكي بعد كده جبت ثلاث حاجات كده هما ليهم علاقه ببعض، الثلاثه دول اولهم الحاجات اللي بتتلزق على الوش دي، طبعا يعني كل الميك اب ارتست واي حد بيعمل ميك اب جابهم وجربهم ما عدا انا، الحاجات دي مش عارفه باينه لكم، الاسترس وكده دول، وهما دول بيجوا مع بعض، الاتنين كانوا بيجوا في باكت واحده كده، ودي هنا فيها لولي كل مقاساتهم بقى من الصغير خالص للكبير، فدي حاجه حلوه قوي طبعا، ودول برضو مقاسات ما جربتهمش انا. الحاجه التانية اللي جبتها عشانهم الاداه دي اللي هي بتلقطي بيهم، عامله كده هي بايظه ولا ايه، اه لا دي بتتفك عادي. اوكي تيجي من ناحيه مدببه ميتال كده، ومن الناحيه التانيه بلاستيك او رابر، ده ما معرفش، رابر اسود كده اهو، عشان تلقطي بيه اي حاجه وتحطيها بقى في مكان ما هتحطيها. وتالت حاجه بقى جبت ده فولس اي لاش جلو، ده لزق رموش عادي جدا، بس شايفه الريفيوز عليه فظيعه يعني على شي ان، فقلت اجربه يعني ليه لا. من جيلا مش عارفه، هو صيني طبعا كل حاجه مكتوب عليه بالصيني، انا مش فاهم اي حاجه، هو لونه بينك كده وساده ما فيهوش اي حاجه يعني، مات وشكله حلو بصراحه، بس انا مش عارفه اجربه على ايه دلوقتي، جربه احط على ايدي كده، جرب واحده من الرموش على ايدي كده، هو قايل يتساب مده ولا ولا كلمه بالانجليش حتى ولا رقم، مش فاهمه اي حاجه. اوكي واضح انه بقى بيلزق اهو، نسيبها شويه كده ونشوف ايه اللي هيتم. انا كنت ناويه الفيديو ده ان انا اقعد اعمل معاكم حاجات كده غريبه، او نقعد نجرب فيهم الحاجات دي مع ميك اب بتاع، وكان في كذا حد سائلني على البراو ستامبس دول،
لو بيبقى باودر ومعاه ستامبس كده، وتقعدي انت تعمليها كده لحد ما يرسم هو الحاجب. ولقيتها بس من حتة تانية، جبتها من على نون وقلت هجربها معاكم وبتاع، بس مش قادرة صراحة. يعني نبقى نجرب الحاجات دي مرة تانية النهاردة. خلينا بس في الحاجات اللي انا جبتها من شي ان. انا حاسة ان هو لسه ما لزقش قوي، فخليه كده شوية. المهم ده برضو من الحاجات اللي هنبقى نجربها في فيديو بعد كده واحنا بنعمل ميك اب لوك مع الحاجات دي. هو لحد دلوقتي هنا يعني بيلزق بس الرموش بتطلع تاني، فانا مش عارفة هل ما سبتهوش كفاية ولا ايه. فزي ما بقول لكم خلينا نبقى نجربه في فيديو تاني ونمتحنه بحق الله. يعني ريحته حلوه، غريب قوي ان هو ريحته حلوه، مش ريحته وحشه خالص. اخر حاجه بقى معايا، ودي من احلى الحاجات اللي جبتها بصراحه، شنطه ميك اب. بس الشنطه دي اولا حجمها كبير، شكلها شيك، ومعموله ان انت لما تبقي مسافره في مكان تستخدميها هي برضو كالحاجه اللي تسيبي الميك اب بتاعك فيها. هشرح لكم. بصوا هي اصلا محطوطه في الكيس بتاعها وهي مفتوحه كده، لان هي بتتحط على السريحه بتاعتك كده، شايفين ازاي؟ شايفين فتحتها من هنا عامله ازاي؟ فانت بتحطيها على السريحه بتاعت الفندق، بتاعت اي مكان انت فيه، وتسيبيها مفتوحه كده بالحاجات اللي فيها كانها منظم محطوط على السريحه عادي، تمام؟ ومتقسمه من جوه كده بقى، هنا في جيوب كده في الجنب استك كذا واحد من الجنبين هنا وهنا اهم، وفي النص هنا في سوستر رفيع. دي بقى ممكن تحطي فيها الفرش، وبصوا منفصله من جوه كده، شايفين ازاي؟ وفي النص بقى عندك مساحه كبيره جدا تحطي فيها الميك اب بتاعك كله. وبتتقفل بقى، بصوا لما تيجي تقفليها بيبقى شكلها ازاي في الاخر، بتبقى كده اهو بالجنب. بس انا عايزاه ايه عشان مبططه عشان فاضيه، بتبقى عامله كده اهي، شايفين شكلها كبيرة وشيك جدا ازاي، حلوة قوي قوي قوي. افتح كده اهي، انا عايزه اوريكم. انت فتحتيها كده بالجنب، تروحي حطاها بقى كده فتحيها على السريحة كأنها منظم، فجميلة جدا. كان في منها برضو الوان اعتقد، بس طبعا انا بحب البيج. وخامتها حلوة قوي، خامتها كده هي جلد من برة، وخامتها حلوة جدا. ومن جوه الخامة دي اللي اعتقد الووتر بروف، فسهل تنضفيها بوايبس او حاجه من جوه من بره ومن جوه، يعني في الحالتين. فحلوه جدا، عجبتني قوي قوي قوي. وبس كده يا بنات، دي كل الحاجات المره دي اللي جبتها من شي ان. يا رب الحاجات تكون عجبتكم ومفيده بالنسبه لكم. قولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم او انتم ممكن تجربوها مثلا او شايفينها مفيده بالنسبه لكم. وما تنسوش الكود الخصم بتاعنا عند شي ان اللي هيديكم 15% خصم، هسيبه لكم زي ما قلت لكم تحت في صندوق الوصف. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجي لكم اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.